الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. شرط الإيمان، البر دليل العرفان، وزكاتك شرط الإيمان، والله ولي الإحسان، والمحسن يطمع في قربه. يا أيها النائم قم وحد الدائم، والمسلم الصائم في ليله قائم، والله يجزيه الغفران، والله يجزيه الغفران. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم افتح لي أبواب فضلك. الصلاة هي أحد أركان الإسلام، وأركان الإسلام خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. كوكوكو اعبدوا ربكم، كوكوكو صلوا فروضكم، كوكوكو ولوا وجوهكم، كوكوكو ابدأوا يومكم بالصلاة، كوكوكو ماذا تفعل يا صغيري؟ إنني أقلدك يا أبي، رغم أنني لا أفهم حقيقة ما تفعل. كما هذا الصوت الذي تردده يا أبي؟ كوكوكوكو. إن صوتي هذا يا صغيري اسمه الصياح، وهو الدليل على قدوم الصباح، وبعد صياحي كل يوم يأتي صوت المؤذن فيستجيب للأذان الصغير والكبير، والمدرس والفلاح، والغني والفقير. حسنا يا والدي، أريد أن أكون مثلك وأوقظ الناس كل صباح. هيا اسمعني وحاول أن تقلدني. كوكوكوكو كوكوكوكو. وتذكر دائما
أنك تتعلم كيف توقظ الإنسان في الفجر للأذان فيستجيب الناس في كل مكان. إن أول مهام الديك اليومية أن يصيح كي يقوم الناس ليؤدوا صلاة الفجر. سمعا وطاعة يا والدي، لكن قل لي ماذا يحدث لو لم يوجد أمثالك من الديوك؟ لا عليك يا ولدي، فهناك حركة الشمس والأرض التي تحدد الليل والنهار ونعرف منها الوقت، وهناك المنبه والساعة اللذان صنعهما الإنسان. تك 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 تن تك 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 تن ليمنعه من النسيان. تك 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 تن تك 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 تن 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 تن. الساعة ترن والديك يصيح وها هو صوت الأذان. هيا قم يا كسلان لتلحق بأهل الإيمان، فالصلاة أيها الإنسان هي الركن الثاني من أركان الإسلام. هيا اسمع هذا الصوت لتعرف قيمة الصلاة وأدائها في الوقت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة قم لله تك تك تن ولتستجب لنداه تك تن تك تن. انهض يا عبد الله كوكو 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 كوكو. الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. كوكو 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 كوكو. وأنت يا فاطمة هيا هيا استيقظي وكوني نشيطة وابدأي يومك بالصلاة، فالصلاة خير من النوم. هيا هيا انهضي وانضمي إلى القوم. اتركني أيها الديك، فأنا اليوم في حالة كسل شديد واليوم عطلة. لا علاقة بين صلاة الفجر والعطلة، فأنا برغم أنني ديك فإني أصيح كل يوم في موعدي، وهذا من فضل الله علي. هيا هيا اتركي الكسل يا فاطمة لتكون أيامك كلها سعيدة، والحقي بالصلاة فهي خير وبركة. حسناً سأقوم أيها الديك وأتوضأ قبل الصلاة. أنا الذي سأخبرهم بفائدتي، فأنا الأصل. لا، أنا التي سأخبرهم، فهم يعرفون شكلي جيدا. لماذا نتعارك رغم أننا خلقنا وصنعنا لخدمة الإنسان صغيرا كان أم كبيرا؟ عموما لا تغضب مني، فإني أعرف قيمتك منذ كنت ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الوضوء عند كل صلاة وطوال اليوم. وعلى كل حال، ساعة
سأقدمك أنا الأصدقاء. تفضل. أقدم لكم نفسي، فأنا هل تعرفونني؟ أنت فرشاة الأسنان، نتعامل معك كل يوم. سأقدم لكم اليوم أخا عزيزا لا غنى عنه في كل مكان وزمان. ها هو أخي السواد. اسم السواد. كنت وما زلت للآن أحافظ على نظافة الفم والأسنان، وبصحبتي وبوجودي يختفي السوس والألم. السوس منا يخاف، السوس منا يخاف. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وماذا تفعلون قبل الصلاة؟ الوضوء، لقد سمعتها من أحدكم. إذن فابدأوا يومكم باستعمال الماء وتوضوا الخمول والكسل. هيا يا أولاد وأنتن يا بنات، ابدأوا بالوضوء قبل الصلاة، تخرجوا مستبشرين بالحياة. فاليوم الذي يبدأ بالصلاة هو يوم يملأه الأمل. وأنت يا فاطمة ومعك كل الأولاد، هل عرفت كم ركعة في الفجر وكم ركعة في الظهر والعصر وكذلك في المغرب والعشاء؟ الصبح ركعتين وفي كل ركعة سجدتان، والظهر 4 ركعات، والعصر أيضا 4، والمغرب 3، والعشاء 4. هل استطعتم حفظ الآيات للقراءة في الصلاة؟ فلتبدأوا بسم الله وبالصلاة، فأنا لكم مشتاقة للقراءة والعبادة، وقراءة القرآن محببة في كل زمان. هيا يا عبد الله لا تنتظر، فالوقت إن يحضر ماذا يجب عليك أن تفعل؟ الوقت إن يحضر بوضوئنا نطهر. الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب لنداء. الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب لنداء. 5 من الصلوات في حاضر الأوقات، أضعافها حسنات فغنم من البركات. 5 من الصلوات في حاضر الأوقات، أضعافها حسنات فغنم من البركات. واخشع في كل صلاة. الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب لنداء. الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب لنداء. الوقت إن يحضر بوضوئنا نطهر، بركوعنا نشكر بسجودنا نذكر. الوقت إن يحضر بوضوئنا نطهر، بركوعنا نشكر بسجودنا نذكر. في خشية لله. الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب لنداء. الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب لنداء. فضل من المولى وعليه لا يعلى، من قام من صلى يسمو إلى أعلى. فضل من المولى وعليه لا يعلى، من قام من صلى يسمو إلى أعلى. والله لا ينسى. الله جل علا من لا إله سوى،
يا عبد قم لله ولتستجب لنداء الله جل علا من لا إله سواه. يا عبد قم لله ولتستجب لنداء الله جل علا من لا إله سواه. يا عبد قم لله ولتستجب لنداء الله جل علا من لا إله سواه. يا عبد قم لله ولتستجب لنداء. يا ملتقى العائد يا مرتقى الساجد يا جنة العابد يا فرحة الزاهد. يا ملتقى العائد يا مرتقى الساجد يا جنة العابد يا فرحة الزاهد. في القرب من مولانا الله جل علا من لا إله سواه. يا عبد قم لله ولتستجب لنداء الله جل علا من لا إله سواه. يا عبد قم لله ولتستجب لنداء. قل يا والدي يا كبير الضيوف، هل أستطيع الآن أن ألعب بعد أن أصبحت نشيطا؟ فإنني أحسن من كل يوم، وهذا لأنني فضلت العبادة على النوم. لا تنسى يا ولدي أن تلتقط الحب أثناء الجري واللعب، فالغذاء يعطي للجسم قوة ومناعة ويقلل الإحساس بالتعب. سمعا وطاعة يا والدي. ما شاء الله ما شاء الله، لقد أصبحت نشيطا بعد أن تعودت القيام لصلاة الفجر، ستنال على ذلك ثوابا كبيرا من عند الله. ولكن هل تعرف يا صلاح أن صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد؟ ما الفرق بينهما يا عم حسن؟ صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد 27 درجة. وأنت إن صليت الصلوات الخمسة في جماعة، هل تعرف كم عدد الدرجات الإضافية التي ستحصل عليها من عند الله؟ 25 والله يضاعف لمن يشاء. هيا بنا حيث الأصدقاء كي نجري مسابقة اليوم. هيا يا عم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين عبد الله؟ لماذا لم يحضر؟ سوف ننتظره يا عم حسن. لن يحضر اليوم يا عم حسن لأنه مريض ولن يترك الفراش قبل 3 أيام، وقد أمره الطبيب بذلك. شفاه الله وعافاه. بعد عودتنا من الرحلة سنمر عليه ونطمئن على صحته إن شاء الله. ذكرني يا صلاح. سمعا وطاعة يا عم حسن. ما هو برنامج اليوم يا عم حسن؟ موضوع مسابقة اليوم هو الركن الثاني من أركان الإسلام، هل تعرفونه؟ نعم، إنه إقامة الصلاة. معنا اليوم عدد كبير من اللوحات التي عليها عدد كبير من الكلمات، والمطلوب من الفريقين فريق ألف وفريق باء أن يعيد ترتيب هذه الكلمات حسب الأسئلة المعدة والموجودة. ما نوع هذه الأسئلة يا عم حسن؟ إنها عن الركن الثاني من أركان الإسلام، ولكن عليك ألا تخبر أحدا يا صلاح، وإلا ستفشل المسابقة، إلى جانب أنك ستكون غير أمين. بما أنك الآن تصلي جميع الصلوات في أوقاتها وتريد أيضا أن تصلي في المسجد مع الجماعة، فعليك أن تتصف بالصفات الحميدة التي أخذناها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهمها الأمانة، فيجب أن تكون أمينا يا صلاح. حسنا يا عم حسن، سأحافظ على السر وسأكون أمينا ولن أقول لأحد إلا بعد استئذان. سيكون السؤال الأول عن ترتيب الآذان، أما السؤال الثاني فسيكون عن القبلة. وماذا بعد ذلك؟ سيكون السؤال الثالث عن ترتيب الوضوء حسب اللوحات المرسومة، وماذا نفعل إذا لم نجد ماء لنتوضأ؟ وما هو السؤال التالي؟ كيف نصلي وماذا نقول؟ قل لي يا عم حسن، ماذا أفعل لو شاهدت أحدا يتوضأ بطريقة خاطئة؟ لقد ذكرتني بحكاية الحسن والحسين ولدي سيدنا علي وحفيدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
أحبائي أنصتوا إلي جيدا، فقد سألني محمود سؤالا ذكيا. وما هو هذا السؤال؟ ماذا نفعل لو شاهدنا أحد أصدقائنا لا يحسن الوضوء؟ حسنا، سأحكي لكم حكاية. عرف عن الحسن والحسين أنهما كانا يتسابقان في أداء فروض الله على الوجه الأكمل، وذات مرة دخل إلى المسجد للوضوء والصلاة فوجد رجلا لا يحسن الوضوء، ورغم أنهما كانا صغيري السن إلا أنهما لم يضحكا على الرجل أو يسخرا منه، بل فكرا في طريقة يلفتان بها نظر الرجل دون جرح مشاعره. فقال أحدهما للرجل بعد أن استوقفه: سيدي، أخي يقول إنه يحسن الوضوء أكثر مني، وأنا أقول إني أفضل منه. وقال الآخر: هل لك يا سيدي أن تكون حكما بيننا؟ فابتسم الرجل وقال: حسنا، تفضل. فأخذ الحسن والحسين في الوضوء، وما أن انتهيا من الوضوء حتى وقفا بين يدي الرجل ينتظران حكمه، فقال لهم الرجل: والله يا ولدي، كل منكما أفضل من أخيه، ولقد أدركت حقيقة ما تريدانه، لقد أردتما أن تعلماني الوضوء، وكنتما مهذبين رقيقين في تلقين هذا الدرس، فأنتما ابن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء وحفيد الرسول صلى الله عليه وسلم. والآن هيا بنا إلى المسابقة. هيا بنا. هيا يا أبنائي، نحن الآن جاهزون للمسابقة. الأولاد فريق ألف على اليمين، والبنات فريق باء على اليسار. حسنا، والآن سنبدأ بالمسابقة الأولى، وسيقوم فريق ألف بترتيب الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أحسنتم جميعا، بارك الله فيكم. والآن سيقوم فريق باء بترتيب فرائض الوضوء باللوحات المكتوبة. هيا. أشهد أن محمد رسول الله. أحسنتن جميعا، بارك الله فيكن. والآن ماذا نفعل في حالة عدم وجود ماء للوضوء؟ نتيمم. حسنا، من تغيب عنا اليوم؟ عبد الله لأنه مريض. هل يجب على المريض أن يصلي؟ نعم، يجب على الله لأنه مريض. هل يجب على المريض أن يصلي؟ نعم، يجب على المريض أن يصلي وهو جالس أو وهو راقد أو حتى برموش عينيه، كل حسب قدرته. وماذا عن تارك الصلاة؟ ذنبه عظيم. والآن فلنقدم معا نشيد الصلاة. الله جل علاه، الله جل علاه، من لا إله سواه، يا عبد قم لله، يا عبد قم لله، ولتستجب لنداه، ولتستجب لنداه. خمس من الصلوات في حاضر الأوقات، أضعافها حسنات، فاغنم من البركات، واخشع في كل صلاة. بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. بني الإسلام على خمس.
خمس بني الإسلام على خمس بني الإسلام على خمس بني الإسلام على خمس بني الإسلام على خمس. بني الإسلام على خمس بني الإسلام على خمس بني الإسلام على خمس بني الإسلام على خمس. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. شرط الإيمان البر دليل العرفان وزكاتك شرط الإيمان والله ولي الإحسان والمحسن يطمع في قربه. يا أيها النائم قم وحد الدائم والمسلم الصائم في ليله قائم والله يجزيه الغفران والله يجزيه الغفران. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أعطي موفقا خلفا اللهم أعطي ممسكا تلفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوني أقدم لكم نفسي فأنا وأعوذ بالله من كلمة أنا. رغم صغر سني فلاح نشيط أجيد زراعة أرضي وأهم لحظات حياتي وسعادتي هي جمع المحصول وأنا اليوم كما شاهدتم على موعد مع جمع المحصول.
وأحب أن أضيف لكم، عندي الكثير من أنواع المحاصيل، القمح والشعير والفول و... المهم أنني لا أحب أن أتكلم كثيراً، فقد كنت أعمل طوال العام، وقد آن الأوان لأستريح وأنام، فالمخزن مملوء والبال خال. لقد فضل عمكم حسان النوم على كل شيء، فاليوم هو يوم النوم. يا عم حسان، يا عم حسان، ألم تأكل بعد هذا العمل الشاق طوال اليوم؟ النوم سلطان، النوم سلطان. أيها الفلاح المجتهد، كيف يأتيك النوم وهدوء البال وأنت لم تقم بواجبك؟ ماذا تقصدين أيتها السنبلة؟ اتركيني كي أنام، فأنا يقظ طوال العام. ألم تنس شيئا أيها الرجل؟ هيا فكر قبل أن يفوت الأوان وتنال غضب الله عليك. هيا ابتعدي عني، فأنا قمت بواجبي على أكمل وجه، وكافأني الله بالخير الوفير. إنني لم أنس شيئا، أرجوك أرجوك اتركيني لأنام وأستريح. اللهم أعطي موفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. ما اسم زوجتك يا رجل؟ زوجتي اسمها إحسان. وما معنى الإحسان؟ ولمن يكون الإحسان يا سيد حسان؟ لقد نسيت واجبك تجاه الفقراء وتجاه مالك أيضا، إنك لم تدرك معنى الركن الثالث من الإسلام، وكيف يكون الإسلام دون زكاة؟ قم يا حسان، فبغير الزكاة لن يكون لك ولا لأموالك أو لذويك النجاة. قم يا حسان وأكمل إسلامك بالزكاة. وماذا بعد يا حسنات، وماذا بعد؟ علي أن أكمل زينتي بالمجوهرات. لقد خلق الله لنا المجوهرات، الذهب والفضة وغيرهما، لنتزين به. ما أجملها، إنها صنعت من أجلي. ما هذا يا ربي؟ ماذا فعلت؟ أيتها الحسناء حسنات، لماذا لا تهتمين بي إلا لتضعيني في أذنيك وتنسين نعمة الله عليك؟ إنني وأخواتي المجوهرات لسنا سعداء معي، ولن نصاحبك بعد اليوم إلا إذا قمت بواجبك. ما هذا يا ربي؟ ماذا فعلت؟ أنا الخاتم، ولا يشرفني أن أكون في إصبعك، وسأنضم إلى الحرس في مقاطعتك حتى تعرفي حقنا نحن المجوهرات، فترضي بذلك ربك وتكوني قد قمت بأداء الركن الثالث من الإسلام. ما هذا يا ربي؟ ماذا فعلت؟ أنا لا أحدثك عما في أذنيك أو أصابعك، ولكن عن هذا الكنز الموجود في الدولاب. إنها الزكاة، الركن الثالث من أركان الإسلام. حقا إنها الزكاة. اللهم زدني منها، أريد الآلاف والآلاف من البقر والإبل والخراف. أجب دعوتي يا رب العالمين. أيها الراعي، كيف تطلب المزيد من الله وأنت لم تقم بواجبك تجاهه؟ وما هو واجبي أيها الخروف العجوز يا صاحب الصوت الحكيم؟ لقد تذكرت ربك حين دعوته
ليعطيك المزيد، وعليك أن تتذكره أيضا بالعطاء، فعليك أن تعطي الفقير حقه. هل عرفت ما عليك أيها الراعي، أو أزيدك إيضاحا؟ لا، فقد فهمت مقصدك وامشي مع القطيع، وسأقوم بأداء ما علي من زكاة الإبل والأغنام. إن التجارة فيها الربح قبل الخسارة، يا لها من مهنة طيبة. 1, 10, 100, 1,000, 10,000، كل هذه الأموال اللهم اجعلها نعمة دائمة واحفظها من الزوال يا رب العالمين. سأشتري كل ما أشتهي، سأشتري سيارة جديدة وثيابا جميلة وحذاء، نعم سأشتري 50 حذاء، فالمال معي وفير. أي ماذا أفعل كي أخرج من هنا؟ لن تخرج من هنا قبل أن تعرف الحقيقة. أية حقيقة أيها الجنيه العزيز على نفسي؟ هيا اتركني أخرج. قلت لك لن تخرج قبل أن تعرف حقي عليك. وما حقك علي أيها الجنيه الغليظ الصوت؟ زكاة المال. لن يكون مالك حلالا إلا بأداء زكاة المال. قل يا شيخ التجار، كيف تكون زكاة المحصول، وما هي النسبة من القمح والشعير والفول؟ العلم عند الله، فأنا لم أعرف شيئا بعد عن الزكاة. إذن ستذهلون لو عرفتم ما قال لي الخروف عن تقديم الزكاة وعن المعروف. أما أنا فقد تقدمت إلي المجوهرة بكثير من الأسئلة والطلبات، وكلها حول زكاة الحلي والمجوهرات. ماذا بكم أيها الأصدقاء؟ لقد انتهت أدواركم، فلماذا لم تقوموا معي كي نقدم مسابقة اليوم؟ عندما كنا نؤدي أدوارنا لم نقرأ في السيناريو أو الحوار ماذا يجب على كل منا أن يدفع للزكاة، وما زال الموضوع بالنسبة إلينا كواحد من الألغاز. نريد أن نعرف منك يا عم حسن موضوع الزكاة لنقوم بأداء واجبنا على أكمل وجه، فيرضى الله عنا ورسوله الكريم. أولاً يجب أن تعلموا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام 5، ومن لا يؤدي الزكاة يحدث له كما حدث لثعلبة بن حاطب. وماذا حدث لثعلبة بن حاطب؟ احكي لنا ماذا حدث لثعلبة بن حاطب يا عم حسن. كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يدعى ثعلبة، وكان ثعلبة هذا دائم التردد على مجالس رسول الله، وكان في كل مرة يحاول التقرب إلى الرسول. وذات مرة اقترب من رسول الله وانفرد به وقال له: أدعو لي يا رسول الله بأن يرزقني الله مالا وفيرا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. ونصحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن القليل يكفي لو شكر الله عليه، وأن هذا خير من كثير يفسد صاحبه. وهل دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لقد دعا الله سبحانه وتعالى بأن يرزق ثعلبة مالا وفيرا. وهل اقتنى ثعلبة؟ لقد استجاب الله لدعاء رسوله الكريم وزاد في مال ثعلبة، وزاد فيما عنده من أغنام وإبل، وكثرت عنده القطعان، وأصبح ثعلبة مشغولا بجمع المال وعد الأغنام والإبل، وألهته الدنيا عن فرائض ربه، ولم يعد الرسول الكريم يراه في الصلاة إلا نادرا. وقال عليه الصلاة والسلام: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، لقد تحقق أمله في المال والثراء، وأصبح ماله عائقا في أن يؤدي فرائض الله، فقد ألهاه المال عن ربه. فالزكاة يا أبنائي فريضة على كل مسلم، وقد كان المؤمنون
يؤدونها طائعين لجميع الزكاة. إلا أن ثعلبة هذا قال لهم ذات مرة: ما هذا؟ إنني لن أدفع، فهو مالي تعبت في جمعه ولن يشاركني فيه أحد. ماذا قلت يا رجل؟ إنها الزكاة، فرضها الله على كل المسلمين، إنها ثالث أركان الإسلام. وعندما علم الرسول الكريم بما قاله ثعلبة شعر بالأسف العميق، وأنزل الله تعالى قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا. هذا ما كان من أمر ثعلبة الذي عاش بعد ذلك عمرا مديدا يتألم لأنه حاول طيلة حياته أن يدفع الزكاة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وفاء من بعده كانوا يرفضون قبولها، فقد غضب الله على ثعلبة. من كان قريبا من ربه والرحمة تسكن في قلبه، من كان قريبا من ربه والرحمة تسكن في قلبه، وأتى بالمال على حبه فالله يبارك في كسبه. من كان صديق المسكين وأعان الإخوة في الدين، من كان صديق المسكين وأعان الإخوة في الدين، فالله له خير معين يجزيه ويصفح عن ذنبه. من كان قريبا من ربه والرحمة تسكن في قلبه، من كان قريبا من ربه والرحمة تسكن في قلبه، وأتى بالمال على حبه فالله يبارك في كسبه. المؤمن صاحب أفضالي بيمين يعطي وشمالي، المؤمن صاحب أفضالي بيمين يعطي وشمالي، ويجيب السائل في الحال ويخفف عنه من كربه. من كان قريبا من ربه والرحمة تسكن في قلبه، من كان قريبا من ربه والرحمة تسكن في قلبه، وأتى بالمال على حبه فالله يبارك في كسبه. البر دليل العرفان وزكاتك شرط الإيمان، البر دليل العرفان وزكاتك شرط الإيمان، والله ولي الإحسان والمحسن يطمع في قربه. من كان قريبا من ربه والرحمة تسكن في قلبه، من كان قريبا من ربه والرحمة تسكن في قلبه، وأتى بالمال على حبه فالله يبارك في كسبه. اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا. من كان قريبا من ربه والرحمة تسكن في قلبه، من كان قريبا من ربه والرحمة تسكن في قلبه، وأتى بالمال على حبه. ماذا بك يا صلاح؟ إنني ما زلت حائرا في أمر ثعلبة هذا، ولكني تعلمت من قصته أهمية أداء الزكاة وفي أوقاتها. وأنا أيضا أصبحت لا أحب الذين يحبون المال ويعبدون. ما رأيك في أن نفيد الأصدقاء بما تعلمناه في موضوع الزكاة؟ إنها فكرة طيبة. وماذا أعددت لذلك؟ لقد جهزت عددا من المسابقات سنجريها فيما بيننا. أين باقي الأصدقاء؟ هيا أصدقائي، لماذا تأخرتم؟ سنجري فيما بيننا مسابقة عن أنواع الزكاة، وقد أعد لنا صديقنا صلاح عددا من البطاقات فيها حروف وكلمات، وعلينا أن نعيد ترتيبها. هل تذكرون أول شخصية قابلتنا في هذه الحلقة؟ ركزوا اهتمامكم معي. والرحمة تسكن في قلبه، من كان ماذا يسمى هذا النوع من الزكاة؟ على فريق البنات
أن يقوم بتجميع اسمي هذا النوع. المؤمن صاحب أفضالي، بيمين يعطي وشمالي. المؤمن صاحب أفضالي، بيمين يعطي وشمالي. ويجيب السائل في الحال، ويخفف عنه من كربه. من كان قريبا من ربه، والرحمة تسكن في قلبه. زكاة الزروع. نعم، إنها زكاة الزروع. والآن دورنا نحن الأولاد، هل تذكرون النوع الثاني؟ ركزوا اهتمامكم معي. وزكاتك شرط الإيمان. وماذا بعد يا حسنات؟ وماذا بعد؟ ما اسم هذا النوع؟ إحسان. والمحسن يطمع في قربه. من كان قريبا من ربه، والرحمة تسكن في قلبه. من كان قريبا من ربه، والرحمة تسكن في قلبه. وأتى بالمال على حبه، فالله يبارك في كسبه. زكاة الحلي والمجوهرات. هل تتذكرون الذي كان يمشي على شاشة خيال الظل؟ شاهدوه معي. هل عرفت ما عليك أيها الراعي؟ أو أزيدك إيضاحا؟ هل عرفتم هذا النوع؟ هيا نرى على اللوح. كان قريبا من ربه، والرحمة تسكن في قلبه. من كان قريبا من ربه، والرحمة تسكن في قلبه. وأتى بالمال على حبه، فالله يبارك في كسبه. من كان صديق المسكين، وأعان الإخوة في زكاة الإبل والأغنام. هل عرفتم النوع الرابع من الزكاة؟ قلت لك لن تخرج قبل أن تعرف حقي عليك. وما حقك علي أيها الجنيه الغليظ الصوت؟ هيا نرى على اللوح. من ربي، والرحمة تسكن في قلبي. وأتى بالمال على حبي، فالله يبارك في كسبي. المؤمن صاحب أفضالي، بيمين يعطي وشمالي. المؤمن صاحب أفضالي، بيمين. زكاة المال. إذن نحن الآن قد عرفنا العديد من أنواع الزكاة التي فرضها الله علينا ليقف الغني بجوار الفقير. بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. بني الإسلام على خمس، 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 بني الإسلام على خمس.